بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل شروط الجمعة: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أول جمعة جمعت أي صليت جماعة، زاد أبو داود في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمدينة، وهي رواية، ووقع في رواية بمكة، وقال الحافظ خطأ بلا مرية، وإنما أول جمعة وقعت بعد الجمعة بالمدينة جمعت في مسجد عبد القيس قبيلة من أسد بن ربيعة، وفي رواية من قرى عبد القيس بجواثي بضم الجيم، ولفظ أبي داود بجواثي قرية من قرى البحرين، وهو المعروف الآن بالأحساء، فليس من شرطها المصر، رواه البخاري. المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه: أول جمعة جمعت أي صليت جماعة، زاد أبو داود في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جمعة صليت في الإسلام هي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الجمعة الثانية في مسجد عبد القيس، في مسجد في جواثي ولا جواتي قرية بالبحرين، فلا يشترط للجمعة المصر الكبير ولا العاصمة ولا المدينة الكبيرة، وإنما إذا قامت الجمعة في مسجد مستقرون أهلها مقيمون صح ذلك. أول جمعة جمعت أي صليت جماعة، وزاد أبو داود في الإسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد جمعة في مسجد يعني في المدينة، وهو رواية، وقع في رواية بمكة، يعني أول جمعة أقيمت في مكة، ثم أقيمت الجمعة الثانية في جواتي، وليس بصحيح، لأن مكة دار حرب كانت، فلا تصلى فيها الجمعة، وإنما الجمعة في المساجد التي يقيم أهلها في دار الإسلام، في مسجد عبد القيس قبيلة من أسد بن ربيعة، وفي رواية من قرى عبد القيس بجواثي ولا بجواثي بضم الجيم وقدمه، وبضم الجيم ولفظ أبي داود بجواثي قرية من قرى البحرين. هذه جواثي معروفة الآن، يقال أن هذه البلدة موجودة وقائمة، وأقيمت فيها أول جمعة، وهذه القرية في الأحساء المسمى بالبحرين سابقا. ليس من شرطها أن تكون عاصمة ولا مدينة كبيرة، وإنما يشترط أن يقيم أهلها فيها صيفا
وشتاء هذا هو الصحيح. ولا يلزم أن تكون الجمعة في عاصمة أو في مدينة كبيرة، أو يلزم أن تكون بيوتها مبنية بالطين أو بالحجر، وإنما فيها القرى والمدن كل حسب أصولهم وحسب ما اعتادوه من البناء في الأمصار والقرى، منهم من يبني بيته بالجريد، ومنهم من يبنيه بالطين، ومنهم من يبنيه بالقصب، ومنهم من يبنيه بغير ذلك. فكل المدن والقرى التي تقام ويقيمها الناس دائما وأبدا يصح أن تقام فيها الجمعة، ولا يلزم أن تكون الجمعة في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي كما قال ذلك بعض العلماء، وهذا خلاف الصحيح، حيث قرروا أنه يلزم في البلد التي تقام فيها الجمعة أن تكون عاصمة وأن تكون مبنية بالطين، وليس بلازم على الصحيح. وبيوتهم من جريد النخل ونحوه، وكتب عليه الصلاة والسلام إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة. وأسعد بن زرارة أول من جمع في قرية يقال له هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة، وأقر عمر أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع. ومعلوم أنها لم تكن بمدر، وهي إما من جريد أو سعف أو قصب، والحديث وما في معناه يدل على وجوب الجمعة على أهل القرى كالمدن من أي أجزاء البناء، وهو قول جماهير العلماء إلا ما روي عن الحنفية. جاء صلى الله عليه وسلم أنه أذن لقرى عرينة أن يصلوا الجمعة. قرى عرينة قريبة من المدينة أن يصلوا الجمعة. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في قرية يقال لها هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة، قريبة من المدينة على ميل، والميل هو 1600 متر وزيادة شوي قليل، يعني كيلو وشيء معه، كيلو ونصف تقريبا أو أكثر شوي. هذه جريمة المدينة حرة بني بياضة قريبة من المدينة، وبنو بياضة من أهل المدينة يعتبرون. يروى أن بني بياضة تزوج منهم أحد الأمراء فطلق زوجته، فقال ما أحسن نساء بني بياضة إلا أن فيهن سعة، أراد أن يسبهن بذلك. فكان يوجد رجل في المجلس من أبي بياضة، فأراد أن يلحق اللوم والنقص إلى هذا الذي يتهجم على النساء، فقال أيها الأمير اعلم أن بني بياضة نساؤهم خلقت لهم، فنساء بني بياضة خلقت لرجال بني بياضة. يكفي هذا، يكفي هذا دفع لهذه الكلمة التي يتطرق لها الأمير من باب السب. قال فيهن سعة، قال ما فيهن سعة، وإنما أنت الذي ليس معك شيء يسوى، معك شيء قليل ما مشاك. وأقر عمر رضي الله عنه أهل المنازل التي بين مكة والمدينة على التجميع. القرى التي بين مكة والمدينة سواء كان بيوتهم مبنية من الطين
أو مبنية من الجريد أو مبنية من القصب أو مبنية من أي بناء يستقر ويلزم الثبوت عليه، هؤلاء لهم أن يجمعوا. والحديث بمعناه على وجوب الجمعة على أهل القرى كالمدن من أي أجزاء البناء، سواء كان البناء من أي نوع من أنواع البناء، لا أثر للبناء، وإنما المهم أن يكون يراد به الاستمرار، بخلاف الخيام فإن هؤلاء لا يقصدون الاستمرار في خيامهم هذه، وإنما أهل الخيام ينتقلون في الشتاء وينتقلون من حال الشتاء إلى الصيف إلى مكان آخر وهكذا. قال شيخ الإسلام: كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جرير أو سعف أو غير ذلك. فإنه لا أثر للبناء، أي نوع من الباع البناء تقام فيه الجمعة، ما عدا ما بني من الخيام التي لا يقصد بها الاستمرار، فإن أهل الخيام غالبا يقوضون خيامهم وينتقلون إلى أماكن القطر، ما أماكن الربيع، أماكن النبات، ما يستقرون، بخلاف أهل السعب والعسيب والجدران القائمة وغيرهم، هؤلاء يريدون ببنائهم الثبوت والاستمرار. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء. والإمام أحمد علل سقوطها عن البادية لأنهم ينتقلون. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى كما يرى الجمهور، لا يرى صلاة الجمعة في البنية في الأماكن التي لا يراد بها الثبوت، كالأماكن الخيام، أماكن الخيام التي تبنى في هذه الروضة مثلا هذا الوقت، وبعد فترة وجيزة ينتقلون إلى روضة أخرى أو إلى مكان آخر، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة لأنهم لا يقيمون بهذا المكان إقامة ثابتة. ولو كان البناء الذي تقام فيه الجمعة متفرقا فإن المدينة كانت محلات، وهي بريد في بريد، ولم يجمع فيها في غير المسجد الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أهل المدينة كانوا متفرقين، وكل قرية كبيرة تقام فيها الجمعة، ولا يلزم أن يكونوا في مكان واحد، بل إذا كان المكان هذا يسمع النداء من المكان الآخر فعليهم أن يصلوا معهم الجمعة، وإذا كانوا لا يسمعون النداء فعليهم أن يصلوا الجمعة في مكانهم حتى وإن كانوا قلة، لأنه لم يرد على الصحيح تحديد الموقع والمكان والعدد الذي تقام به الجمعة، وإنما ما كانوا مستوطنين لهذا المكان فتقام الجمعة فيهم، وما لم يستوطنوه فلا تقام عندهم الجمعة. والمدار على الاستقامة وغيرها أنهم هل يرحلون في الشتاء أم يرحلون في الصيف أم يرحلون وقت الخريف أم وقت الربيع، إذا كانوا يرحلون من مكانهم إلى مكان آخر فهؤلاء لا تلزم الجمعة عندهم، أما إذا كانوا مقيمين صيفا وشتاء ربيعا وخريفا وغيرها
فإنها تصح عندهم الجمعة ويؤمروا بإقامتها. قال الشيخ وتجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء، وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ. قال الشيخ: كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيهم الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم، إذا كان مبني بما جرت به العادة، فهم كانت يجنون بيوتهم بالجريد أو بالعسيب أو بالقصب أو بأي نوع من أنواع البناء تقام فيهم الجمعة، بخلاف إذا كانوا يبنون بيوتهم بالخيام، فالغالب أن الخيام لا يستقرون في هذا الموطن وإنما ينقلون خيامهم إلى موطن آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقال تعالى: وتركوك قائما. وعن ابن عمر رضي الله عنه في حال صفة خطبة الخطيب أنه يستحب أو يجب على قولين: الخطبة قائما، ولا يصح من الخطيب أن يخطب جالسا، وإنما إذا خطب جالسا مع القدرة على القيام فإنه ينكر عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقال تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر: النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وحتى إنه جاء في القرآن قيام الخطيب واقفا لقوله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، هذه صفة الخطبة أنه يقوم قائما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يقوم خطيبا، فإذا سمع الجماعة صوت الملاهي أو صوت الوصول بضاعة من الشام انصرفوا يريدون البضاعة هذه، وإن كانوا لا يريدون الملاهي وإنما يريدون البضاعة. ففي ذات يوم كان الخطيب يخطب عليه الصلاة والسلام، فسمع الناس صوت الطبل يضرب عند وصول البضاعة من الشام، فانصرفوا من المسجد كلهم، ولم يبق معه إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وأنزل الله جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أو التجارة صرفوا وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فعاتبهم الله جل وعلا ونهاهم عن الانصراف، فوصف الله جل وعلا الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يخطب قائما، وهذا هو الواجب أو الفرض أو السنة المؤكدة. وقال جابر: من أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب،
يقول متواتر عن أبناء عن الصحابة رضي الله عنهم الذين يحضرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما، ومن قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أحيانا جالسا فقد كذب عليك. وقال جابر رضي الله عنه: من أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. ولا نزاع في سنيته. وقال ابن المنذر وعليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، وحكى ابن عبد البر: إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. ودخل كعب بن عجرة وعبد الرحمن بن الجهم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقرأ الآية. ومذهب الشافعي أنكر عليه عبد الرحمن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما دخل وجد عبد الرحمن ابن أم الحكم، عبد الرحمن ابن الحكم ابن أم الحكم يخطب جالسا، فأنكر عليه ذلك فقال: ما هذا الخبيث؟ لأن الخبث بسبب تركه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبيث يخطب قاعدا، لما ذلك؟ فأنكر عليه النبي صلى المرء أداء الخطبة. ويؤخذ من هذا سرعة إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يقرون المرأة على خلاف السنة، بل سموه خبيثا. قال: انظر إلى هذا الخبيث، يعني عبد الرحمن بن أم الحكم، يقول: كيف يخطب جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سنته الخطبة قائما. قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقرأ الآية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب الجمعة حال قيام، فهذا ترك السنة من غير عذر، فسماه عبد الرحمن بن الحكم خبيثا. ومذهب الشافعي أن القيام شرط مع القدرة، وعند مالك واجب، فدل على تأكد سنيته. إنها شرط، والشرط ما يصح المشروط إلا بإقامته. إن المرأة إذا خطب قائما صح صلاته، وإذا خطب جالسا لم تصح صلاته، لأنه ترك شرطا من شروط الخطبة، أو واجب كذلك لا تصح صلاة المرء بترك الواجب من صلاة الجمعة. وعندنا أنه يسن ويتأكد في السنية، مذهب الشافعي. ومذهب الشافعي أن القيام شرط مع القدرة، وعند مالك واجب، فدل على تأكد سنيته، ويعتمد على عصا لفعله عليه الصلاة والسلام. ما يسن له للخطيب أن يعتمد على عصا، أن يمسك بعصا ويعتمد عليه، خلافا لما قاله بعض العلماء، قال يعتمد على عصا أو قوس أو سيف، والسيف لم يرد في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. ويعتمد على عصا لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يحفظ أنه توكأ على سيف، وإنما المحفوظ الاتكاء على العصا والقوس، انتهى. وفي الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة على عصا اتفاقا.
ويده الثانية على حرف المنبر إن كان، والغرض أن يكون أثبت لجأشه ولئلا يعبث بهما، ثم يقعد يعني بين الخطبتين، فيسن أن يجلس بينهما جلسة خفيفة وعليه السلف والخلف، وخروجا من خلاف من أوجبه. قال الترمذي: من سنن الخطبة أن يخطب على قوس أو عصا، والوالد يخطب على عصا، ولم يرد القوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن يخطب على عصا، يمسك العصا بإحدى يديه والأخرى يجعله تتكي على المنبر أو على حافة المنبر لئلا يعبث بيديه ولا يشتغل بهما، كأن يمسك العصا باليد اليمين والقوال ويتكئ على أعواد المنبر باليد الشمال أو العكس، كله لا منافاة بينها، ويتكى على هذه فإنه غالبا لا يعبث بيديه ويكون أثبت له وأقر وأقوى لجأشه، بحيث يتوعد ويذكر الوعيد ويذكر الترغيب والتهديد بحال الخطبة، ويعتمد على عصا لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. قال ابن القيم: لم يحفظ أنه توكأ على سيف، وإنما المحفوظ الاتكاء على العصا والقوس، وفي الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة على عصا اتفاقا. ويده الثانية على حرف المنبر إن كان، والغرض أن يكون أثبت لجأشه ولئلا يعبث بهما، ثم يقعد يعني بين الخطبتين، فيسن أن يجلس بينهما جلسة خفيفة وعليه السلف والخلف، وخروج من خلاف من أوجبه. قال الترمذي: وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، يعني تكون الجلسة التي بين الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه لو قال يقفوا أو ينتظروا بقدر قراءة سورة لربما توقع الناس أنه يطول الوقوف، قال بقدر وقوفه لو قرأ سورة الإخلاص. ثم يقوم أي فيخطب الخطبة الثانية قائما كما تفعلون اليوم، فثبت من فعل على الخطباء اليوم على حال السابقة المتمسكين بالسنة، يعني أن المرء عليه أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما فعله بعض الأمراء، فإنه أحيانا يبدأ بالخطبة في العيدين قبل الصلاة، وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة إلا في صلاة الجمعة، فيسن أن يبدأ بها قبل الصلاة كما يفعل الأئمة عندنا هنا والحمد لله، وذلك أنهم يبدأون بالخطبة أولا ويفصلون بين الخطبتين بفصلة صغيرة قصيرة بقدر ما تقرأ سورة الإخلاص، وإلا فلا يلزم ولا يستحب أن يقرأ سورة الإخلاص، وإنما يكون الفصل بين الخطبتين بقدرها. فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة عليه متفق عليه، ورواه الجماعة من وجوه كثيرة عن ابن عمر وغيره، وفيه دليل على مشروعية خطبتين قبل صلاة الجمعة، والسنة مستفيضة في ذلك ولا نزاع فيه، وأمر تعالى بالسعي إلى ذلك في قوله:
فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هو الخطبة عند كثير من أهل التفسير، وسميت ذكرا لاشتمالها عليه، فتجب إذ لا يجب السعي لغير واجب. وواظب عليه صلى الله عليه وسلم، وفعله مبين للآية، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واستمر عمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، وهما شرط عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. قال الموفق وغيره شرط. لا، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن تكون صلاة المسلمين كصلاته صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقص، والأمر يقتضي الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي. واستمر عمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، يعني المتأخرون أخذوا ذلك عن المتقدمين. وهكذا ينبغي للجماعة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة الحسنة، ومن خالف القدوة ينكر عليه، كما أنكر كعب بن عجرة على ما على الأمير الذي صلى جالسا فأنكر عليه كعب رضي الله عنه، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يصلي قاعدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتركوك، والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: وتركوك قائما حال الخطبة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يخطب إلا قائما، وأما الصلاة فحسب حال المرء، إن استطاع القيام فإنه يقوم، وإن لم يستطع فيصلي قاعدا. ثم الخلاف بين العلماء: هل تصح إمامة القاعد على القائم؟ والصحيح أنها لا تصح، والله أعلم. لا يصح أن يصلي الإمام قاعدا ولو كان معذورا، فإن القاعد لا يأتي بأركان الصلاة كاملة، وعليه أن يترك الإمامة للمستطيع. وبعضهم استثنى من ذلك الإمام الراتب، قال: إذا كان إماما راتبا فله أن يصلي قاعدا ومن خلفه قيام. والصحيح خلاف ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل الذين كانوا قادمين بالبضاعة ويضربون الطبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هل كانوا مسلمين؟ هؤلاء قد يكون بعضهم مسلمين، والغالب فيهم الكفر، لأنهم قادمون لأجل البضاعة، ما قدموا للإسلام ولا قاموا للإسلام قيام، وإنما عادتهم إذا دخلوا البلد ضربوا الطبل حتى يعلم عنهم أهل البلد، فيخرجون ليشترون البضاعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بهذه العادة، فلما سمعوا الطبل تضرب خرجوا إليهم يشتروا منهم البضاعة. يقول: اشتريت قطعة من الأرض بغرض التجارة، كيف أخرج زكاة هذه الأرض؟ أفي كل عام أو عندما تباع؟ بل إذا اشتريت الأرض من أجل التجارة فعليك أن تخرج زكاتها كل عام بما تساويه في ذلك العام بزيادة أو نقص. إذا اشتريتها بمئة فبعد تمام الحول أصبحت تساوي 120، فأنت تزكي 120. وإذا اشتريتها بمئة
أصبحت بعد تمام الحول تساوي 80، فإنك تخرج زكاة قيمتها 80، وهكذا كل عام تخرج زكاتها حسب القيمة. هذا إذا اشتريتها للتجارة، أما إذا اشتريتها من أجل أن تبنيها لكن ما تيسر لك البناء فإنه لا زكاة فيها حينئذ. وإذا اشتريتها لتبنيها لكن بعتها فيما بعد فلا يؤثر هذا عليك، ولا يلزمك أن تأخذها باستمرار للحاجة. إذا رأيت بيعها فلك ذلك، وإذا حال الحول على القيمة فيجب أن تزكيها. وما دام لم يحل الحول أو أنك حال عليها الحول ولم ترد بيعها فلا بأس عليك. يقول السائل: هل مس المرأة الأجنبية يبطل الوضوء؟ مس المرأة بالشهوة بدون حائل مبطل للوضوء، أما إذا كان بغير شهوة أو من وراء حائل فإنه لا يبطل الوضوء إلا إن خرج منك مذي فإنه يبطل وضوءك. يقول: هذا سؤال كسابقه، هل السلام على المرأة الأجنبية بشهوة يبطل الوضوء؟ السلام على المرأة الأجنبية بشهوة يبطل الوضوء إذا سلمت عليها مصافحة، فإن ذلك يبطل الوضوء، لأن هذا مس المرأة بشهوة. أما إذا كانت السلام كلاما بدون مس شيء من بدنها فلا يؤثر على الرجل ولا على المرأة. يقول السائل: ما هو فضل الاستغفار وهل يزيد في الرزق؟ الاستغفار أن تسأل ربك جل وعلا المغفرة، وقد يستجيب لك وقد لا يستجيب، لكن الغالب أن الله جل وعلا حينما يلهم عبده الاستغفار فإنه يستجيب له. إذا دعا الله جل وعلا وسأله المغفرة إن الله يستجيب لعبده. والاستغفار علاج وصلاح للقلب، والاستغفار علاج وصلاح للبدن، فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار وتزكية النفس والإقبال على الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم. عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يروى عن بعض السلف أنه كان جالس فجاءه رجل يقول: أيها الشيخ، أنا ما رزقت ولدا منذ زمن، تزوجت ولم أرزق ولدا. فقال: استغفر ربك. فقام هذا، وجاء آخر فقال: يا أيها الشيخ، غار المياء من آبارنا. فقال له: استغفروا ربكم. وجاء آخر فقال: قلت الثمرة عندنا. فقال: استغفروا ربكم. وهكذا كل من جاءه ذكر مصيبة حصلت عليهم قال: استغفروا ربكم. وعنده رجل جالس فقال: أيها الشيخ، كل من قال لك مصيبة حصلت عليهم قلت لهم: استغفروا ربكم؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله جل وعلا. هذا نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار المطر
ويمددكم بأموال تجارة وبنين أولاد ويجعل لكم جنات وأنهارا ويجعل لكم بساتين خضراء ويجعل لكم أنهارا تسيل. كل هذا بسبب الاستغفار. يقول السائل: هل يستطيع أحد أن يعرف حاله؟ هل هو شقي أو سعيد بما يحصل له في هذه الدنيا؟ لا، ما يستطيع، لأن هذا علم غيب عند الله جل وعلا. فقد يكون العمل في أول الأمر صالحا ثم ينقلب سيئا بسرعة، وقد يكون العمل سيئا ثم ينقلب صالحا بسرعة، وهكذا. فالعبد لا يدري، وإنما عليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يقول: كيف يخلص طالب العلم نفسه من العجب بالنفس إذا حفظ القرآن والصحيحين؟ إذا حفظ القرآن والصحيحين فعليه أن يحمد الله على ذلك، ولا يخبر بذلك أحدا إلا من سأله عن ذلك، ولا يعجب بحفظه ولا يسأل الناس ذلك، وإنما عليه أن يستتر ويطلب الستر من الله جل وعلا له، ولا يفضح نفسه ولا يعجب بما يحصل له من الحفظ. فالقلوب بيد الله جل وعلا، فإذا شاء قلب قلب العبد، وإن كان حافظا للصحيحين وإن كان حافظا للقرآن، فعلى المرء أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ وإذا لم يودع هل عليه إثم؟ المعتمر يستحب له أن يودع، مع أن الخلاف بين العلماء رحمهم الله عن وجوبه من عدمه. فإذا علمت أن الخلاف موجود فيستحب لك أن تودع، وإذا لم تودع فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز اللجوء إلى بلاد النصارى بحيث أنهم يعطون اللاجئ بيتا وسيارة ومرتبا ووظيفة، ويمكن أن يأخذ الجنسية؟ لا يا أخي، لا يجوز للمسلم أن يأخذ الجنسية ولا اللحاق ببلاد الكفار إلا لضرورة وحاجة ملحة، كأن يكون يقوم بالدعوة إلى الله هناك، وإلا فلا. فهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما أراد ملك غسان أن يستلحقه رفض، وقال: لا، فلا يجوز للمسلم أن يترك بلاد المسلمين ذاهبا إلى بلاد الكفار، وإنما عليه أن يتق الله جل وعلا ويطلب الرزق الحلال بعمله الصالح والعمل المناسب. يقول السائل: هل إذا كان الخطيب لا يقدر أو لا يستطيع أن يخطب قائما لأنه لديه شلل بأرجله ولا يستطيع أن يقف، فهل خطبته صحيحة؟ الصحيح كما سمعت أنه لا يجوز للمرء أن يخطب جالسا إلا إن كان لعلة ومرض. فروي أن علي رضي الله عنه أصيب بعدم القدرة على القيام فخطب جالسا، ويروى عن معاوية رضي الله عنه كذلك. فإذا كان لعلة ومرض فلعله يصح، مع أن الظاهر أنه عن عليه أن يكلف غيره بالخطبة ولا يخطب وهو لا يستطيع القيام. يقول: بعض الإخوة يرى أن الجمعة بدلا عن الظهر، فما هو الصحيح؟ الصحيح أن الجمعة مستقلة
وليست بدلا من الظهر، وإنما صلاة الجمعة إذا تفاتت فيبدل عنها بصلاة الظهر حينئذ بدلا عنها إذا فاتت، وأما إذا لم تفت فيجب عليه أن يصلي الجمعة. يقول السائل: صليت الجمعة قبل وقت الظهر حوالي الساعة 10 صباحا، فهل تسقط عني الظهر أم لا؟ نعم، إذا صليتها قبل وقت الظهر أو بعده أو في أثنائه فتسقط عنك صلاة الظهر، لأنك أديت الجمعة والجمعة آكد من الظهر. يقول السائل: هل العصا في صلاة الجمعة واجبة أم مستحبة؟ لا يا أخي، بل مستحبة، ولهذا تركها كثير من الخطباء الآن، فلا يؤثر ذلك على صلاتهم. يقول: هل عبد الرحمن بن عوف خطب جالسا؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا. يقول السائل: أعمل في شركة صندوق الضمان للتأمينات الاجتماعية، وهي شركة تسحب من العمال مبلغا من المال مقابل التعويض في التقاعد أو عند التقاعد، هل يجوز العمل في هذه الشركة؟ يجوز العمل في هذه الشركة ما دام أنهم بيّنوا هذا قبل أن تدخل معهم، قالوا: إنا نخصم من راتبك كذا ليكون لك كذا في وقت كذا، لا بأس بهذا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله